فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل، يقول: المرأة التي نذرت أن تضرب الدف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا يكون هذا من باب المباح مع أنه قال لها عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك؟ هذا قادم من سفر، عند القدوم من سفر، أو عند الزواج، عند عقد النكاح. فأما ضرب الدف دائما هذا له ما يجوز. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.